أصحابي الحلوين اللي بيشاهدونا في كل مكان، بحب أرحب بيكم في برنامجنا تسالي وحكاوي. يا ريت تخلوا بالكم معانا، لأننا زي ما تعودنا هنعمل مع بعض حاجات حلوة كتير هتعجبكم وهتتعلموا منها وكمان هتستمتعوا بيها. فأول فقرة من البرنامج وهي فقرة التسالي، وبحب كمان أرحب بصديقنا ملاك أهلا بك اللي مريم، دايما بيساعدنا كتير. شكرا. فنعمل إيه النهاردة؟ الحمد لله كويس، مبسوطة أكون معاكي. احنا كمان مبسوطين ان انت تكون معانا. شكرا شكرا. يا ريت تقول لاصحابنا احنا هنعمل ايه النهارده. احنا النهارده هنتعلم حاجه حلوه مع اصحابنا، والحاجه دي اكيد هيستفادوا منها وهتعجبهم. الحاجه دي هي عباره عن برواز صور حلوه قوي بالشكل ده. تخيلوا اصحابي ان لو فكرنا كويس نقدر نعمل اي حاجه مفيده من حاجات ممكن نفكر انها ملهاش لازمه او هتترمي، زي السيديز مثلا، بعد ما بيبوظوا بنرميهم، بس النهاردة احنا هنستخدمهم وهنعمل فريم او برواز صور شكله جميل. فعلشان نعمل البرواز اللي ملاك وراهولنا النهاردة هنحتاج سيديهات، بس تكون بايظة طبعا، ان معلهاش حاجة او خلاص باظت. هنحتاج لزق قوي، شريط، اي نوع شريط يكون برضو قوي، قلم رصاص، مقص، استيكة او محاية. هنستخدم كمان حاجة لازم تكون بشكل دائري، مش لازم اللي انا جايباها دي، بس اي حاجة تكون مدورة. وكمان هنحتاج صور. ودلوقتي اصحابي هنبدأ نعمل البرواز بتاعنا. فأول خطوة هنعملها هي إن إحنا نجيب السيديهات بتاعتنا وكمان اللزق. فأنا هنا هستخدم 8. إحنا ممكن نستخدم أكتر أو أقل، بس أنا عايزة الحجم البرواز بتاعي يكون متوسط، ولا كبير قوي ولا صغير، وكمان على حسب الصور اللي معايا. إن أنا معايا 8 صور فهستخدم 8 سيديهات. فنتأكد كمان ان احنا يكون عندنا حاجة مفرش مش عايزينه، او ورق، علشان هنلزق فمش عايزين نبوظ الدنيا. فهنرتب السيديهات بالطريقة دي. نرتبهم الاول ونتأكد من الشكل اللي احنا عايزينه، وبعدين نبدأ نلزق، علشان لو بدأنا تلزيق ولزقنا مش هنقدر نغير تاني الطريقة دي. انا هنا هعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس ممكن كمان يتعملوا بشكل تاني، ممكن يتعملوا على شكل دايرة مثلا. استخدم 8 فهحط، نحنا نحاول على قد ما نقدر يكونوا مرتبين. وكمان لما نيجي نلزق نحاول ان احنا نلزق على طرف السي دي، علشان ما تاخدش مساحة قوي ان احنا نقدر نحط الصورة بتاعتنا، ان ندي مساحة زيادة للصورة. دلوقتي هنبدأ نلزق، وعلى قد ما نقدر نحاول ان نخلي السي دي شكلها نضيف. كده احسن طبعا ان احنا نظبط الشكل بتاعنا الاول وبعدين نلزق، عشان ايه؟ نتاكد الشكل اللي احنا عايزينه هو مظبوط وبعدين نبتدي نلزق. بالظبط. اي حاجه زياده ممكن نشيلها. الطريقه دي زي ما قلنا نحاول نحط على طرف بتاع السي دي عشان ندي مساحة للصور.
طب هو مريم السيديهات دي احنا ممكن نستعملها في اي حاجة تاني ولا بس برواز صور مثلا؟ طبعا السيديهات علشان زي ما انت شايف شكلها حلو وفيها الوان. أيوة. يعني لما بتكون في النور بتدي الوان جميلة خالص، فممكن نستعملها في اي ديكوريشن تاني. فانا مش هقولك دلوقتي هنستعملها في ايه علشان في حلقات تانية جاية هنوري أصحابنا إزاي يستعملوا السي دي في أي شغل تاني. كويس. إنه طبعاً يعني لها استخدامات تانية كتير. نحاول كمان نلزق في النص علشان يمسكوا بعض كويس. هحط كمان هنا في النص شوية. الطريقة دي. نحاول نعمل كل الشغل بتاعنا على الورقة اللي احنا حاطينها علشان زي ما انتوا شايفين اللزق ممكن يبوظ الدنيا. فهنا كمان نحط في النص. علشان بعدين لما نيجي نعلقها تبقى ماسكة في بعضها. نحاول نقعد ندوس عليهم آخر واحدة تبقى بالشكل ده. فهحط شوية هنا وشوية كمان. طريقتي طبعا هي مش هتنشف على طول، هتاخد شوية وقت. فانا في الاول اقعد ادوس عليهم بصباعي بالطريقة دي، اتأكد ان هما مسكوا في بعض كويس، وكمان اتأكد اني لزقت كل السيديهات في بعض. الشكل ده. ولو في اي حاجات زيادة ممكن نشيلها، ممكن نجيب قطنة ونمسحها. نقفل اللزق بتاعنا. ودلوقتي اصحابي لازم بعد ما لزقنا السيديهات لازم نسيبهم لمده 10 دقائق او ربع ساعه على حسب ما اللزق بتاعي ينشف، وبعدين نرجع نكمل. ودلوقتي اصحابي بعد ما لزقنا السيديهات بتاعتنا سيبناها تنشف لمده 10 دقائق او ربع ساعه، وده دلوقتي بقى شكلهم زي ما احنا شايفين، بقوا حتة واحدة وماسكين في بعض ان احنا نقدر نتحكم فيهم دلوقتي. فالخطوة التانية بتاعتنا هي ان احنا هنجيب الصور بتاعتنا وهنقص. اول حاجة هنستخدم شكل دائري يكون بالحجم اللي نقدر هنا نلزق فيه الصورة، بس يكون فيه حته كده باينه من السي دي، علشان طبعا زي ما انتم شايفين السي دي فيها الوان كتير، ففي النور بتدي الالوان الحلوه دي، فعايزين يكون في حته باينه علشان الالوان الحلوه دي تبان وتدي منظر حلو. فدلوقتي انا اخترت شويه صور. طبعا ممكن نختار الصور المفضله عندنا، صور العيله مثلا، صور اصحابنا، او صور لينا احنا بنحبها او بنفضلها. فدلوقتي هبدا اعمل اقص الصور او اعمل دايره الحجم اللي احنا عايزينه. فزي ما قلت لكم ان احنا ممكن نستخدم اي حاجه تانية شكلها يكون دائري، بس المهم الحجم اللي انا قلت لكم عليه. نخلي طبعا القلم باين علشان لما نيجي نقص
بالشكل ده. طبعا انا هقص 8 صور علشان عندي ال 8 سيديهات. دلوقتي هخلي صديقي ملاك يساعدني في القص، وهو هيقص لنا طبعا حوالين الرسمة اللي انا عملتها، ولازم نخلي بالنا علشان تطلع دايرة حلوة ما نروحش يمين وشمال. فملاك هيبدأ قص معايا. دلوقتي نبدأ نقص أول صورة، نجيب المقص بتاعنا ونحاول على قد ما نقدر إن احنا إيه نمشي على الرسمة اللي رسمناها عشان ما نطلعش وننزل وشكل الصورة يكون وحش. ونحاول طبعا الصور اللي احنا بنختارها تكون تقضي الحجم الدايرة بتاعتنا، لان لو الصورة كبيرة طبعا مش هنعرف نقص الشكل اللي احنا عايزينه. وكمان احنا وبنقص يا اصحابي نخلي بالنا عشان ما نتعورش، نقص بالراحة جدا وكمان عشان شكل الصورة يكون مظبوط. برافو ملاك، ملاك بيقص حلو. دي خلاص انا خلصت. دايما نحاول على قد ما نقدر ان احنا نمشي على ايه الدايرة او الخط اللي احنا عملناه. ممكن اساعدك شوية ملاك؟ اتفضلي. قص شوية وانت تقص شوية. صح، مش هقعد قاعدة فاضية كده، لازم اعمل حاجة. طبعا الصور دي انا طبعاهم بطبعه عاديه اللي هي مش كروت صور ولا حاجه. وكمان لو عندنا الصور اللي هي بيكون كارت ممكن تنفع برضو، بس انا حرام ان انا اقص كارت يعني، ف بستعمل صور ان انا طبعها طبع يعني، ممكن في اي مكتبه نطبعهم، او لو عندنا طبعه في البيت ممكن كمان نطبعهم. نحط الورق على جنب. وطبعا لازم افكركم كمان ان السيديهات اللي احنا بنستخدمها لازم تكون بايظة او ملهاش لازمة، علشان طبعا مش عايزين نبوظ سيدي يكون عليها حاجة احنا محتاجينها او بنستخدمها. هي مريم، فكرة السيديهات دي أو برواز الصور اللي انت بتعمليه عجباني الفكرة ليه؟ لأن أوقات كتير احنا عندنا صور كتير جدا ومش عارفين أو مش قادرين نشتري برواز من برا عشان نحط الصور فيها. أكيد. فكده السيديهات دي احنا مش هتكلفنا أي حاجة، احنا هنلاقيها في أي مكان، وبكده نعمل ايه البرواز ونستعمل كمان الصور اللي احنا عايزينها. لا وكمان شكلها جميل. لا وصعب كمان ان انت تلاقي
برواز يشيل كل الصور دي. يعني عادة بنلاقي مثلا واحد يشيل صورة واحدة بس أو اتنين بس، إن احنا نحط 8 صور في برواز كبير معرفش، أنا ما شفتش قبل كده يعني، ممكن يكون فيه بس ما شفتش قبل كده. فدي فرصة حلوة إن احنا نحط كل الصور اللي احنا عايزينها في برواز واحد بس. حلو كمان ان احنا نعلق حاجة زي كده عندنا في الأوضة. طيب دلوقتي انا هبدأ ألزق الصور. طبعا زي ما انتوا شايفين هنا انا قصة الصور اصغر شوية من السي دي بتاعتنا، علشان زي ما انتوا شايفين الحتة الفاضلة دي ظاهرة فعاملة منظر حلو، ان ما ينفعش اخبي كل السي دي كده هيبقى ملهاش لازمة يعني، شكلها مش هيبان قوي يعني. هدف منها. ممكن تديني اللزق يا ملك؟ اتفضلي. شكرا. هنبدأ نلزق، وزي ما قلت لكم لازم نخلي بالنا علشان ما نبوش يعني، عشان ما نوسخش المكان. لا وكمان ما نبوش السي دي اللي احنا بنشتغل عليها. يعني نلزقها كده بس ونسيبها علشان هنا ما يبقاش اللزق في كل مكان. بالشكل ده. أنا طبعا هنا مختار الصور بتاعت أصحابي وإخواتي وجوزي كل الناس اللي أنا بحبهم. نكمل. نحاول نحط اللزق جوه شوية علشان نعرف نمسك الصورة، وإذا ايدينا اتبهدلت ممكن نبهدل السيديهات معانا. هتصدقي يا مريم عملت فرق الصورة لما قصتيها أصغر من السي دي؟ اه طبعا. شايفة النور عامل ازاي حواليها؟ يعني السي دي لازمتها ايه إذا أنا هخبيها كلها؟ الهدف إن احنا نستعمل الألوان الحلوة اللي فيها. محتاجين كمان صورتين. فاضل اتنين. اختار، ممكن اختار دي صاحبتي ونلزق اخر صورة. طبعا هنسيبها شوية تنشف، هي مش محتاجة طبعا اكتر من 3 دقايق او 5 دقايق علشان الورق بيلزق بسرعه. ودلوقتي محتاجين حاجه علشان نمسكها ونعلقها بيها، فانا دلوقتي هستخدم شريط. اتفضلي. الشريط ده وممكن اي نوع شريط تاني بس يكون قوي ونقدر نلزقه. فهقص حته ممكن بالحجم ده. اي شريط يكون موجود في البيت عندنا بس يكون ايه جامد شويه بحيث ما البرواز ده ما يقعش منها. بالظبط زي ما انتم شايفين بعد ما نشفت هي ماسكه في بعضها. دلوقتي نيجي هنا في ممكن نمسكها كده علشان نتاكد ان هي تبقى متساويه على الحيطه، يعني مثلا ما نلزقهاش بالطريقه دي ان هي تكون مايله بالشكل ده. فاحنا لازم نحط كده في النص علشان تبقى واقفه على تكون مظبوطه يعني. انا دلوقتي هبدا الزق الشريط بتاعي. طبعا هحط لزق هنا كده في النص. هحط كده
ان انا اقدر اعلق بيها، او ممكن نسندها على مكتب او حاجه لو مش عايزين نحطها على الحيطه برضو مفيش مشكله. تلزق كمان احنا نقدر نغطيها. طبعا دي هنسيبها تنشف شويه بالشكل ده. ودلوقتي اصحابي ده شكل البرواز بتاعنا زي ما انتوا شايفين، واتمنى ان انتوا تقدروا تعملوا الفكره دي لانها فكره جميله جدا. يا رب تكونوا استفدتم من فقرتنا النهارده ومن الكرافت اللي احنا عملناه وتجربوا تعملوها. ودلوقتي هنروح للجزء الثاني من حلقتنا وهي فقره الحكاوي او الانجليزي. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تاني اصحابي في برنامجكم تسالي وحكاوي في الفقره التانيه من حلقتنا اليوم وهي فقره الحكاوي. في الفقره دي هنتعلم مع بعض قصه حلوه ومفيده باللغه الانجليزيه، وكمان هنتعلم سوا بعض الكلمات الانجليزيه وكمان معناها بالعربي. القصه بتاعتنا النهارده بتتكلم عن الراعي الصغير او the small shepherd. There once was a boy who took a job as a shepherd. Everyone said he was too stupid for the work, but the farmer said everyone could guard sheep. The farmer told him, "All you have to do is watch the sheep, and if a wolf comes, pick up a big stone like this." He picked up a stone to show him. Then throw it to scare the wolf away. Do you understand? The boy said he did. And just a few hours later, a wolf did appear. The boy looked at the stones on the ground, but there wasn't one just like the stone the farmer had shown him. He ran all the way back to the farm to get one. But when he came back, all the sheep were scattered or killed. After that, the farmer admitted that even shepherds need some brains. شكرا مريم على قراية القصة. ودلوقتي أصحابي زي ما احنا متعودين يلا بينا مع بعضينا نقرأ القصة مرة تانية ونترجمها بالعربي ونشوف معنى القصة بتاعتنا النهاردة ايه. There once was a boy who took a job as a shepherd. في مرة كان في ولد اشتغل راعي. Everyone said he was too stupid for the work. وكل الناس قالت ان هو غبي ان هو يشتغل الشغلانة دي. But the farmer said anyone could guard the sheep. بس الفلاح قال ان اي حد يقدر يحرس الخرفان. The farmer told him all you have to do is watch the sheep. فالفلاح قال له كل اللي انت هتعمله ان انت بس تحرس الخرفان. And if a wolf comes, pick up a big stone like this. واذا ذئب جه خد حجر كبير زي ده. He picked up a stone to show him. فأخذ حجر علشان يوريه. Then threw it to scare the wolf away. فقال له ارميه علشان تخوف الذئب ويجري بعيد. Do you understand? انت فاهم؟ The boy said he did, and just a few hours later, a wolf did appear. فالولد قال ان هو فهم، وبعد شوية ساعات في ذئب ظهر. The boy looked at the stones on the ground. فالولد بص على حجار على الأرض. But there wasn't one just like the stone the farmer had showed him. بس ما كانش فيه أي حجر زي اللي ورهوله الفلاح. He ran all the way back to the farm to get one. فراح جري طول الطريق على المزرعة علشان يجيب حجر. But when he came back, all the sheep were scattered or killed. بس لما رجع لقى كل الخرفان اتشتتوا أو اتقتلوا. After that, the farmer admitted that even shepherds need some brains. وبعد كده الفلاح اعترف إن حتى راعي الغنم محتاج عقل يفكر بيه. ودلوقتي أصحابي بعد ما سمعنا القصة في درس حلو قوي ممكن نتعلمه. لازم نعرف إن كل واحد مهما كانت شغلته راعي غنم أو وزير
لازم يستخدم دماغه ويفكر، لأن كل حاجة بتتعمل مهما كانت صغيرة محتاجة تركيز وذكاء وحكمة علشان تتعمل بالطريقة الصح، وإلا هنخسر. زي ما شفنا الولد الراعي الصغير، علشان ما استخدمش دماغه وفكر كويس في التعليمات اللي قالها له صاحبه، اتحط في مشكلة وخسر الشغل بتاعه. فلازم أصحابي دايما نستخدم دماغنا بالطريقة الصح. ودلوقتي بعد ما قرينا القصة مع بعض وترجمناها وفهمنا الدرس من القصة، طلعنا شوية كلمات بالإنجليزي وترجمناهم بالعربي. يلا بينا نتعلم الكلمات دي مع بعض. أول كلمة معانا هي boy. boy يعني ولد. job. job يعني وظيفة. work. work يعني شغل. farmer. farmer يعني فلاح. wolf. wolf يعني ذئب. stone. stone يعني حجر. understand. understand يعني يفهم. appear. appear يعني يظهر. وآخر كلمة معانا هي brain. brain يعني المخ. أصحابي استمتعنا أننا نكون معاكم النهاردة في برنامجكم تسالي وحكاوي، ويارب تكونوا أنتوا كمان استمتعتم معانا واستفدتم من الحلقة. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج تسالي وحكاوي. باي باي.